بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحده الامريكيه بمناسبه ذكر استقلال بلاده اعرب جلالته ايده الله فيها عن اطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحه والسعاده ولشعب الولايات المتحده الامريكيه الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبه التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو